الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حول حقوق الأولاد. هذا الموضوع كلما تحدثنا عنه نشعر أنه يحتاج إلى إشباع أكثر، لأن هذه المسألة ليست من المسائل العادية، وإنما هي من المسائل المصيرية التي يتوقف عليها دنيا المجتمع وآخرة المجتمع. نبدأ حديثنا برواية منقولة عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد له رسالة بعنوان رسالة الحقوق. هذه الرسالة تبين الحقوق التي تجب على الإنسان أو ينبغي للإنسان القيام بها. ما هو حق الله على عباده؟ ما هو حق الأب والأم على الأولاد؟ ما هو حق الجار على الجار؟ ما هو حق الإخوة على الإخوة؟ هذه الحقوق كلها مجموعة في هذه الرسالة. الإمام صلوات الله عليه في مقطع من هذه الرسالة يقول: وأما حق ولدك. هذه الحقوق كما يبدو من هذا النص تنقسم إلى قسمين: الحقوق النظرية والحقوق العملية. هنالك أشياء تتعلق بالعلم، تتعلق بالمعرفة. هذه المرحلة، المرحلة النظرية، مقدمة على المرحلة العملية، لأن كل خير في هذا الكون بدايته العلم. العلم جدا مهم، المعرفة جدا مهمة. هنالك حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا كميل، حقيقة حديث عجيب، ما من حركة، كل حركة يعني كلمة هذه حركة، نظرة هذه حركة، خطوة هذه حركة، ما من حركة. ولعل هذا الحديث يشمل حتى الحركات الباطنية، يعني الغضب حركة لأنه غليان في الدم كما يقولون، غليان في القلب. حتى الحركات الباطنية لعلها مشمولة لهذا الحديث. يا كميل،
ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. يعني في كل خطوة، في كل عمل، في كل كلمة، في كل نظرة، الإنسان يحتاج إلى معرفة. ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الله تعالى في القرآن الكريم يقول، نشوف بعض الناس يخافون من الله، بعض الناس ما يخافون من الله سبحانه وتعالى، شنو الفرق فيما بينهم؟ الفرق أو من الفوارق المهمة المعرفة. واحد اللي ما يعرف الله سبحانه وتعالى ما يخاف منه. الإنسان الذي يعرف الله سبحانه وتعالى يخاف الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم علة للخشية. الحب شنو سببه؟ ليش بعض الناس يحبون أهل البيت بقوة؟ لأنهم يعرفونه. أكو بعض الناس يحبونهم حبا عاديا، ليش؟ لأنهم ما عرفوهم، لأنهم ما عرفوهم لا يحبونهم كما ينبغي أن يحبوهم. إذن المعرفة بداية كل خير في هذا الوجود، بداية كل خير المعرفة. لعله من هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين أولا المعرفة. وأما حق ولدك، الولد غير الإبن، إحنا في مصطلحنا نعبر بالولد عن الإبن. الولد يعني من ولد منك، ابنا كان أو بنتا، فالبنت أيضا ولد لأنها ولدت منك. وأما حق ولدك فأن تعلم، هذه المرحلة الأولى. ماذا تعلم؟ أولا فأن تعلم أنه منك، منك يعني شنو؟ منك في اللغة العربية من تأتي بمعنى التبعيض، أخذت من الدراهم، يعني بعض الدراهم، أكو مجموعة من الدراهم أخذت بعضا منها، تقول أخذت من الدراهم. أن تعلم أنه منك يعني أنه بعضك، هذا جزء منك، هذا مو غريب عنك، هذا مو شيء منفصل عنك، جزء منك، جزء من كيانك انفصل عنك فأصبح في صورة هذا الولد. إذن هذا مو واحد غريب منك، هذا مو واحد بعيد عنك، هذا بعضك. شلون اليد بعضك؟ شلون تهتم بيدك؟ شلون العين بعضك؟ شلون تهتم بالعين؟ هذا بعضك، ولكن هذا بعض متصل، وابنك وبنتك بعض منفصل، هذا هو الفرق. فإذا هذا مو واحد غريب عنك. أكو احتمال ثاني في كلمة من، أن لا تكون تبعيضية في هذا الحديث الشريف، وإنما أن تكون نشوية، مثل إذا قلنا هذه الثمرة من تلك الشجرة. من الثمرة مو بعض الشجرة، الشجرة شيء والثمرة شيء ثاني، ولكنها ناشئة من الثمرة، من الشجرة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم خلقوا من الأرض،
من الأرض، يعني خلقا ناشئا من الأرض، هذا ناشئ منك حتى إذا مو بعضك على الاحتمال الأول، هذا ناشئ منك. النشأة نوع من التعلق، بل هي من أشد أنواع التعلق، بل ربما تكون أشد أنواع التعلق على الإطلاق. العلاقة فيما بين العلة والمعلول، العلاقة فيما بين السبب والمسبب، العلاقة فيما بين المنشأ والمنشأ، هذه العلاقة من أوثق أنواع العلاقات. الأب يقع في سلسلة العلل الوجودية لهذا الإبن، إذا هذا الأب ما كان هذا الإبن ما كان، إذا هذه الأم ما كانت هذا الولد ما كان. يعني هذا مو واحد غريب عنك، أنت اللي جبته إلى هذه الدنيا، مو أنت، يعني علة فاعلية، أنت مو الفاعل، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لكن أنت جبت إلى هذه الدنيا. إذا أنت ما كنت، أنت كنت وعاء لهذا الولد، أنت جبته، فإذا أنت مسؤول عنه. مثل إذا جبت عامل من بلد ثاني إلى هذا البلد، هذا مو مثل عامل غريب، عامل أجنبي، واحد عامل بالشارع يمشي ما لك شغل بي، أنت ما جبته. ولكن إذا عامل أو شخص أنت استخدمت من بلد آخر جئت به إلى هذا البلد، ما يمكن تتركه في الشارع، أنت مسؤول عنه. يقول أنت جبتني، ليش جبتني؟ الولد هذا موقفه تجاه والده، يقول أنتم اللذان جئتما بي إلى هذه الحياة. يسموها العلل المعدة، هم اللي جابوه، مسؤولين عنه، لازم يلاحظ ويواظب ويتوجه. هذه المرحلة الأولى في المعرفة والعلم. وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك، يعني بعضك أو ناشئ منك، أنت السبب في وجوده. الشاعر المنحرف كان يقول هذا، أوصى أن يكتب على قبره، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. شاعر منحرف، لعل المسؤولية كانت تقع في انحراف على أبوه، قال إذا متت كتبوا على قبري هذا، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، لأن ما تزوج وما أنجب. صحيح، الابن المنحرف اللي أبوه سبب انحرافه هذا جناه أبوه علي، هاي جناية أم علي. ذلك الرجل شاف واحد يشتغل بعمل منحط، قال له منو أنت؟ قال ابن فلان. فلان واحد شخصية كبيرة، وهذا ابنه يشتغل بهذا العمل المنحط. فقال الرجل بئس الولد ونعم الأب، نعم الأب وبئس الولد. قال له الابن لا تقل هكذا، قل نعم الجد وبئس الأب، لأنه جدي هو الذي أنشأ هذا الأب، وأبي هو الذي أنشأ هذا الأب. هذا صحيح على حد كبير، الآباء هم الذين ينشئون أولادهم، الأمهات هم اللواتي ينشئن أولادهم، يعني إحنا صنيعة آبائنا وأمهاتنا، وأولادنا صنيعتنا، مو على نحو الجاب، لكن على نحو تهيئة الظروف والأرض. فأن تعلم أنه منك، بعضك أو ناشئ منك، هذا أولا. ثانيا، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، هذا مضاف إليك، مضاف إليك يعني منسوب إليك، شئت أو أبيت.
في معادلات الآخرة لا تزر وازرة وزر أخرى، هاي معادلات الآخرة. أما في معادلات هذه الدنيا، الابن الطيب يرفع رأس العائلة، يرفع رأس أبيه وأمه. عندما يقال للأب ابنك متدين، ابنك مصلي، ابنك صائم، ابنك يصلي صلاة الليل، ابنك حسن الأخلاق، يشعر بالراحة في قلبه. انت عندما تدخل في بيتك ليلة من الليالي تشوف ابنك يصلي صلاة الليل، كم تشعر بالبهجة والارتياح؟ هذا ابنك. اذا والعياذ بالله واحد دخل في بيته شاف ابنه يلعب قمار، ايش قد يتأثر؟ اذا بالجريدة كتبوا ابن فلان واحد قاتل، قتل فلان واحد، كم يشعر بالخزي والعار؟ فلان ابن فلان، هذا ابنك بعد. هذا ينكس رأس العائلة، يعكسر قلب أبيه وأمه. أما إذا كتبوا الدكتور الفلاني، المهندس الفلاني، العالم الفلاني، المتدين الفلاني، يرفع رأس العائلة. فمضاف إليك، هذا ابنك، تتبرى منه، تكتب بالصحف هذا أنا تبريت منه، هذا ما يفيد. إذا فعل خيرا فلان ابن فلان، إذا فعل شرا فلان ابن فلان. إحنا عندنا بعض الأبناء كانوا مفاخر لعوائلهم، بعض العوائل لقبهم اشتق من شخص معين في العائلة، شخص معين في العائلة مثل صاحب الجواهر رحمة الله عليه، كتب كتاب الجواهر، كتاب موسوعة فقهية في الفقه الإسلامي الشيعي. هذا الرجل الآن عائلته يقال لها عائلة الجواهري، إلى الآن عائلة الجواهري منسوبة إلى ذاك الإنسان، يعني مبخر لعائلته. هذا ابن صاحب الجواهر، هذا ابن الشيخ الأنصاري، حفيده يعني، لأن ما كان عنده أبناء، هذا حفيد الشيخ الأنصاري، يكونون مفخر لعائلته. فإذا أولادنا مضافون إلينا، يعني منسوبون إلينا بخيرهم وشرهم. هذا ثانيا، فأن تعلم أنه منك، هذا أولا. اثنين، ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، هذا اثنين. ثالثا وهو الأهم، هذا أهم، وأنك مسؤول عما وليته به. الله جعلك وليا، الله جعل الأب وليا وجعل الأم ولية، بمعنى من معاني الولاية، مو مقصود الولاية الفقهية، بالنتيجة ولية يعني متولية لشؤونه. فأنت مسؤول، يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجيبنا إحنا واحد واحد، شنو سويتوا يا أبناءكم؟ ماذا فعلتم معهم؟ شلون ربيتوهم؟ أنشأتوهم كما أحب أو لا؟ هذا سؤال فيه أو لا، واحد ما إلى توجه أصلا، هذا مو من مسؤولياته. أكو بعض الناس ما لهم توجه لهذه القضية، ما له توجه، مسؤوليته أنه يوفر لابنه وبنته سكن وأكل وشرب وانتهى، هذا هو، هذا جيد، هذه واجبات على على التفصيل المذكور في الفقه، واجبات هذه. ولكن هذه كلها تتعلق بحياته الفانية، اللي يتعلق بحياته الباقية شنو؟ أدبه، دينه، أخلاقه، صلاته، صيامه، هذا شنو؟ أنا ما يخصني، بالليل وقعد في الديوانية إلى ساعة اثنتين، بالغد يجي 10 دقائق ربع ساعة ثم يروح ينام، هذه تربية، أول الصبح يطلع يروح للشغل، هذه فيها مسؤولية،
وهذا فيها سؤال وهذا فيه عقاب وهذا فيه عتاب. وأنك مسؤول عما وليته به، الشيء الذي جعلت وليا متوليا له تسأل عنه. هذه المرحلة الأولى، أن تعلم هذه الأشياء الثلاثة، أنه منك وأنه مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته به. ثلاث أشياء. الإمام السجاد صلوات الله عليه ينتقل حسب ما نفهم إلى المرحلة الثانية، وهي المرحلة العملية. وليته به، أنت وليت بماذا؟ يعني من اليوم ما الذي ينبغي أن نفعل؟ من هذا بيان لدائرة الولاية، الأشياء اللي ينبغي على الأبوين أن يقوما به تجاه الأولاد. من حسن الأدب، الظاهر أن كلمة الأدب في هذه المقطوعة تشمل الآداب والأخلاق، يعني الصفات الباطنية والهيئات الظاهرية، هكذا يبدو. الأدب، الأب والأم مسؤول عن أدب ولده. الأدب يعني الشجاعة، يعني الجود، يعني الكرم، يعني حسن الخلق، يعني طلاقة الوجه، يعني آداب الطعام، آداب المنام، آداب الكلام، آداب المشي، إلى آخر هذه الآداب المذكورة في الشريعة. هذه مسؤولية. هذه المسؤولية من متى تبدأ؟ من قبل الولادة. هذه المسؤولية تبدأ من قبل الولادة، مو بعد الولادة، لا. ومن المؤسف أنه في أحاديثنا أكو كنوز حقيقة من العلم والمعرفة والتوجيه. هذا كتاب بحار الأنوار، هذا كتاب مكارم الأخلاق، هذا كتاب حلية المتقين، هذا كتاب الآداب والسنة، وهذه الكتب ولا نطالع. حقيقة فيها كنز من المعارف والآداب والتعاليم والتوجيهات ومفاتيح السعادة والشقاء للأطفال للأولاد. نريد أن يكون الطفل حليما، حليم. أكو بعض الناس عندهم حلم، وأكو بعض الناس ما عندهم حلم، عنيف، أخرق، عصبي، سيء الأخلاق. هذا وين يوجد؟ هذا في الحديث موجود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث: إذا أردتم أن يكون ولدكم أو ابنكم حليما تقيا. هذه العوامل، من جملة هذه العوامل أن المرأة في شهرها الذي تلد فيه تأكل التمر. إذا المرأة في شهرها الذي تلد فيه أكلت التمر فإن ولدها يكون حليما تقيا. هذا بالروايات موجود، هذا مؤثر، هذا تأديب للطفل قبل أن يولد. الانفعالات النفسية الباطنية، الحالات النفسية الباطنية للأب والأم مؤثرة في الأول، مؤثرة في تأديبهم قبل الولادة.
وبعد الولادة إذا الأب يقعد على المائدة ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أولاده يقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا. من يتعلم؟ من يشاهدون؟ وأبوهم وأمهم هو النموذج. العلماء يمثلون الطفل بعدسة تصوير، هذا دا يلتقط هاي الصور في كل لحظة، دا يلتقط الصورة من أبوه وأمه وإخوانه وأخواته، وهاي الصور دا يختزنها في باطن. يشوف أبوه يقعد على السفرة ما يقول بسم الله، هو يقول بسم الله؟ لا. أبوه يقعد على السفرة ما يقول الحمد لله، هو يقول الحمد لله؟ بعكس إذا شاف أبوه إجا قعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، أنا شايف بعض الناس في كل لقمة يقول الحمد لله، هذا يأثر، يتخلق بهذا الأخلاق، بهذه الأخلاق، يتأذب بهذه الآداب. عندما الأب أول ما يجي للبيت يأتي إلى البيت متجهما مقطبا مكشرا، سلام ما يسلم. النبي صلى الله عليه وآله يقول وإني أسلم على الأطفال، مضمون الحديث لتكون سنة من بعدي، يعني أيها المسلمون تعلموا مني أنا رسول الله أسلم على الأطفال. قل أب عندما يجي للبيت ما يسلم، يأتي بوجه مقطب، وهذا ابن دا يلتقط هذه الصورة. أما الأب عندما يجي إلى البيت يشوف الطفل يسلم عليه، يضحك في وجهه. هذا بعد 20 سنة أيضا عندما يدخل في البيت يسلم على ابنه ويضحك في وجهه، يتعلم بعد. هذه الأشياء تحتاج إلى ملاحظة، تحتاج إلى مطالعة، تحتاج إلى توجه، تحتاج إلى دقة. الأب ما يصلي صلاة الصبح ساعة 8 يقوم، هذا ابنه يطلع يصلي صلاة الصبح؟ ما أقول محال، كم من الآباء أصلا ما كانوا متدينين أولادهم متدينين، لكن هذه قضية طبيعية. الأب اللي هو ما يصلي صلاة الصبح أولاده يصلون صلاة الصبح، الابن الأب اللي هو يطالع المناظر الفاحشة في هذه البرامج المفسدة للدين والدنيا يتوقع من أبنائه يكونون متقين صالحين متدينين؟ هم يتعلمون منه. إذا كان رب البيت هالشكل أولاد شي يصير؟ من حسن الأدب هذا أولا، اثنين والدلالة على ربه عز وجل، أن ترشده إلى الله. أكو بعض الأفراد في باطنهم أكو عمق التدين، يعني واقعا في أعماق قلبه متدين، هذا شغل الأب وشغل الأم. وأكو بعض الناس في أعماق قلبه مو متدين، هذا وين يظهر؟ بالمواقف يظهر، في المواقف في المنعطفات يظهر عمق إيمان الإنسان، هذا شغل الأب. يدله على الله مو دلالة نظرية، يوصله إلى الله، يجعل معرفة الله في قلبه، حب الله في قلبه، خشية الله في قلب، هذا شغل الأب. ينقل هذه القضية مكتوبة في الكتب أن أبا فقيرا ألح به الفقر، فأخذ ابنه، كان عنده ابن صغير، ودى، ثم دخلوا إلى بستان. الأب كان يريد أن يسرق من ثمار هذا البستان، فوقف ابنه على باب البستان وقال له انت واظب هنا، واحد اذا شفته دا يجي او يشوفني قل لي. ثم صعد فوق الشجره واخذ يقطف، واذا بعد قليل الابن يصيح انه يا ابه اكو واحد يشوفنا. فنزل الاب بسرعه وقال من؟ قال الله الذي ينظر إلى كل شيء ويحيط بكل شيء. واحد يخاف من إنسان عادي وما يخاف من الله، يخجل من إنسان عادي وما يخجل من الله. فخجل الأب من هذا الكلام،
وانصرف عن السرق. هذا عمق الإيمان. الطفل هالشكل يكون، يعني حقيقة يستشعر الآخرة والنار والثواب والعقاب. هذا معناه الدلالة على الله. من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل. الثالث والمعونة له على طاعته، أن تعينه على طاعة الله. آداب، الدلالة على الله، أن تعينه على الطاعة. تقول الأم هاي البنية صغيرة بعدها مو بالغة، ما لبسها حجاب. خو إذا ما لبست هاي البنت حجاب عندما تكبر يصعب عليها الحجاب، وربما تقف في وجه أبوها وأمها من عمرها 3 سنوات لبسوها حجاب، مو بالجبر. خيطوا لها حجاب، لبسوها، اشتروا لها سجادة، اخذوا لها تربة سبحة، من الآن تتحلم، يعني تنشأ في هذه الأجواء. عندما تكبر عدم الحجاب يكون غريبا عنها، مو الحجاب يكون غريب عنها. مو أنه نخليها عمرها يصير 10 سنوات أو أكثر أو أقل نلبسها ذاك الوقت، لا، 3 سنوات سنتين أخذوا لها حجاب، علموها، مو بالجبر. الطفل بالإقناع بالتشويق، التشويق هو المؤثر. قوموا لصلاة الصبح، كل يوم قام لصلاة الصبح حطوا له هدية، ما في إشي. التشويق للكبار والصغار، للنساء والرجال، شوقوا. أكو بعض الناس طبيعتهم طبيعة تثبيط، وأكو بعض الناس طبيعتهم طبيعة تشويق. شفتوا مؤلف شوقوا، جزاك الله خيرا، نعم ما فعل، اكتب كتاب ثاني. شفتوا واحد عنده مجلس في بيته شوقوا. شفتوا خطيب ألقى خطابة جيدة شوقوا. تشويق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنقل هذه القضية وأختم الحديث، رأى أعرابيا، أعرابي يعني ساكن البادية، كل ساكن بادية صحراء يسمى أعرابي، وإن كان هنديا يسمى أعرابيا. النبي صلى الله عليه وآله رأى أعرابيا يصلي، وفي صلاته يتكلم مع الله ويناجي الله سبحانه وتعالى بمضامين جدا عالية. أعرابي مع هذه المضامين، عجيب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله لأحد أنه انتظر إلى أن هذا الأعرابي يخلص، جيب يمي. عندما أنهى الأعرابي صلاته جاء به ذاك لك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله أعطاه ذهبا، ذهب، كاتبين أن الرجل كان من بني عامر. فقال يا رسول الله لما أعطيتني الذهب؟ للرحم والقرابة، لأني من أقربائك من أرحامك. فقال النبي صلى الله عليه وآله إن للرحم حقا، ولكني لم أعطك لأجل الرحم. الرحم لها حق، ولكن عطائي لك ما كان لأجل الرحم، وإنما أعطيتك ذلك لحسن ثنائك على الله عز وجل. شفتك تثني على الله عز وجل ثناء حسنا، أعطيتك ذلك تشويقا. تشويق، التشويق مؤثر، تشويق الكبار، تشويق الصغار، الأجواء مؤثرة. أخذوا لهم، سووا لهم أجواء في البيت، اشتروا لهم أشرطة مصورة، أشرطة مسموعة، قصص للأطفال، أخذوهم للمجالس، سووا مجالس في بيوتكم، كل واحد يتمكن، واحد يخلي مجلس في بيته، هاي الأجواء جدا مؤثرة. الطفل ينشأ في هذه الأجواء. لبسوا أولادكم الثياب السوداء في عزاء سيد الشهداء وعزاء الأئمة صلوات الله عليهم، من الآن حتى إذا عمر سنوات، من الآن يتعلم. عندما تأخذوا له أشرطة، كتب، قصص، تلبسونه السواد، تشترون له حجاب، سبحة، تربة، مصلى،
يعيش في هذه الأجواء وينمو بإذن الله نموا طيبا. الله سبحانه وتعالى في مريم يقول: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، لأن أمها أم مريم كانت حنة، كانت مهتمة. شوفوا اهتمامها قبل الولادة، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا قبل الولادة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبعد الولادة شنو؟ وإني سميتها مريم. مريم يعني شنو؟ يعني العابدة. شوفوا التوجه، شوفوا الاهتمام. وإني أعيدها بك، فكرنا أن نعيد أولادنا وبناتنا، تعويض، اقروا لهم تعويض، اقروا لهم سورة الفلق، اقروا لهم سورة الناس، عوذوهم بالله من شر الشيطان. توجه، مو فقط وإني أعيدها بك، لاحظوا الدقة، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني مو تفكر في بتها وهي مريم، وإنما تفكر في ذريتها. واحد هالشكل يكون عنده توجه، إذا هالشكل كان، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقوم بوظائفنا الشرعية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.